نحن أبناء سقطرى نشكر التحالف العربي ودولة المملكة العربية السعودية على تسيير رحلات عسكرية من وإلى سقطرى، بكون الموسم الآن موسم يعني رياح وأشياء في الجزيرة، ولا يوجد هناك غير عندنا إلا الجو. ونشكر المملكة وكل من سعى في هذا الجانب على تسيير رحلات إلى سقطرى وإلى المطار الغيضة، سقطرى إلى الغيضة ومن الغيضة إلى سقطرى. ونشكر على هذا الإنجاز العظيم، وكما تعلمون جميعا أن سقطرى بحاجة لنقل قوي في هذا الظرف، أن علينا إغلاق البحر، وكذلك طلاب العوائل يتعالجون خارج الجزيرة. نحن كطلاب والمرضى والعوائل بحاجة إلى هذا النقل، لأننا محصورين من الطيران المدني رحلة السبوح مرة واحدة. نشكر الدولة الشقيقة العربية السعودية على ما قدمته لنا من هذه الرحلة اللي كنا عالقين وما حصلنا تذاكر في اليمنية، وجزيل الشكر لها لا يكفي يعني. ونتمنى أن تكون في ناس طبعا عالقين أكثر منا، يعني نتمنى أن تكون الرحلات هذه تستمر في رحلات قادمة، وتكون رحلة أسبوعية حتى في الأسبوع يوم واحد. نشكر القوات التحالف في المملكة العربية السعودية، ونشكر كل من جاهد وساهم في إنجاز هذه الرحلة لمعاناة أبناء سقطرى في محافظة المهرة وجميع محافظة اليمن بشكل عام. شكرا للتحالف على دعمهم لنا، نحن عالقين في المهرة، نتمنى لهم أن يدعمونا إن شاء الله في الأيام القادمة، أصحابنا العالقين في حضرموت المكلا في المهرة، وشكرا لكم جزيلا. نحن نقدركم في كل جهودكم واقتصاداتكم، ونحن حقا يعني جدا مشكورين لكم من اعماق القلب، وشكرا لكم. نشكر السعوديه على هذه الرحله توصلنا الى اهلنا، ونعيد هناك عيد الاضحى. ندشنا اليوم انطلاقة الجولة الثالثة من حملة شهادة الأطفال التي تستهدف 17 مديرية، تستهدف العملة الطعيم أكثر من 300,000 طفل في 17 مديرية المستهدفة. الحملة هذه يشارك فيها أكثر من 2500 عامل صحي مدرب ومؤهل. ندعو جميع المواطنين للتعاون مع فرق التطعيم التي ستزور منازلهم، والمبادرة في تطعيم أطفالهم ضد هذا المرض الخبيث الذي يمكن أن الوقاية منه بسهولة في التطعيم إن شاء الله.